المنتخب الوطني للبولينج يسعى إلى تحقيق نتيجة جيدة في اليوم الأول لمسابقات البطولة العربية للبولينج بجمهورية مصر العربية، برغم المنافسة القوية المتوقعة بمشاركة أكثر من 100 لاعب ولاعبة من 10 دول عربية. أما اليوم الثاني من منافسات البطولة فسوف تخصص فيه منافسات الزوج بخوض كل لاعبين معاً، وتستمر لمدة يومين يخوض خلالها اللاعبون 6 أشواط. وكانت بعثة منتخبنا الوطني قد وصلت إلى العاصمة المصرية القاهرة وحظيت باستقبال من قبل الاتحاد المصري للبولينج، ويملك المنتخب عددا من العناصر الشابة وعناصر جديدة تشارك للمرة الأولى، وأجرى لاعبوه حصة تدريبية على صالة البطولة وتعودوا على نوعية التزييت المقررة والتي تم توزيعها مسبقا على جميع المنتخبات العربية المشاركة، وركز خلالها مدرب المنتخب على بعض الجوانب الفنية للاعبين من خلال قراءاته الفنية للصالات وكذلك التزييت المعتمد، واستفاد لاعبونا كثيرا من تلك الحصة التدريبية مع معالجة الكرات وتهيئتها بالصورة المثالية من أجل مشاركة مثالية.